مع أول أيام إجازة الحج كنت أتصفح موقع أليكسا، هذا الموقع الخاص بتحليل المواقع الإلكترونية، عدد زوارها، جنسياتهم، كم ترتيب الموقع عالميا. وأثناء اندماجي في التصفح تفاجأت برقم غريب، ملخصه السعودية تأتي بالمرتبة الثالثة عالميا في استخدام موقع بوكينج والمعروف بخدمات حجز الفنادق والسيارات، بينهم وبين الدولة العربية التي تأتي تحتها تقريبا حوالي 20 مرتبة. طبعا يمكن هذه المرتبة حصلنا عليها بسبب توافقها مع موسم الإجازة، لكنها مؤشر يعطي انطباعين. الانطباع الأول كمية المسافرين الكبيرة اللي تطلع من السعودية، أما الانطباع الثاني وهو الأهم، تحول سلوك المستهلك السعودي في ترتيب حجوزات سفره من اعتماده السابق على مكاتب السفر والسياحة إلى اعتماده الجديد على مواقع الإنترنت. طبعا المتضرر الأكبر هي وكالات السفر والسياحة، ولنقرأ مستقبلها في سياق تحقيقنا التالي. لم يعد سفر السعوديين في الإجازات الرسمية الطويلة مسألة بحاجة إلى تحليل، فمع كثرة الإجازات في العام الواحد أصبحت دول المنطقة متأهبة بعروضها ومرافقها لاستقبال السياح السعوديين. نعم، ربما يكون الحديث عن ازدحامهم في دبي وتركيا باعتبارها الخيارات الأكثر طلبا يشوبه الكثير من المبالغة والتضخيم، إلا أنه واقع لا يعترف بالأزمات السياسية التي تقف عاجزة في كبح السعوديين عن إيجاد دول جديدة على خارطتهم السياحية. حسناً، السعوديون ينفقون سنوياً على سياحتهم 36 مليار ريال، يذهب 80% منها إلى السياحة الخارجية. لذلك دعونا نفكر بشكل آخر، مع هذا الرقم الاقتصادي الضخم هل طرأ تغير على طريقتهم المعتادة في ترتيب حجوزات السفر؟ مع دخول الإنترنت نشطت مواقع السفر والسياحة في تقديم خدماتها للمسافرين، تذاكر سفر، حجوزات فنادق، تأجير سيارات، ويوما بعد يوم امتدت رقعة تلك المواقع لتصبح امبراطوريات اقتصادية يأتي في مقدمتها الموقع الأشهر booking.com الذي تعود ملكيته إلى شركة بيرسلين الأمريكية، ويخدم العملاء بخمسين لغة عالمية بإيرادات سنوية بلغت 600 مليون دولار، فضلا عن غيره من المواقع المشابهة كاياك، إكسبيديا، تريب أدفايزر وغيرها الكثير. بشكل عام طلعت المواقع الإلكترونية من حوالي عام 1999 أو قبل 1995 بدأت الإنترنت، وبدت فكرة الحجز عن طريق مواقع الإنترنت أما مباشرة مع الشركات أو مع الفنادق، شركات الطيران أو مع الفنادق أو شركات تأجير السيارات أو شركات ترافل إيجنت نفسها. إذا تعرف قبل 12 سنة في أمريكا مثلا على سبيل المثال تسرح أكثر من 75 ألف موظف نتيجة إغلاق كثير من مكاتب السياحة والسفر هناك خصوصا لوس أنجلوس لاستخدام الانترنت كوسيط في عمل الحجوزات. الآن في مواقع عالمية، طبعا مواقع حجوزات عالمية للفنادق وشركات الطيران، هذه وسيطة، ونفس الفنادق ونفس شركات الطيران تتقبل الحجوزات مباشرة. وين ما وجد الانترنت وجد اللي يعرف استخدام النت ويحمل بطاقة اعتماد يستطيع انه يحجز وين ما يكون في العالم. كل شيء له ميزة وله عيب، والأسعار ما هي دائما في فرق، ممكن تلقين سعر الوكالات أفضل من أسعار المواقع الإلكترونية، لكن بطبيعة أي إنسان، وأنا لو أنا منهم، لو أنا رايح لوجهة
معينة وعارفها وعارف المدة اللي حقعد فيها 4 أيام، لا بدخل عن طريق المواقع الإلكترونية أسهل لي، بدل ما أطلع من البيت وأدخل على وكالة وأستنى، أدخل على موقع إلكتروني وأخلص وأسوي الحجز. الشركات هذه نسبة التذاكر تتراوح ما بين 2% إلى 7%، هذه اللي متراوحة ما بين اللي هو الوكالة السياحية تلعبها النسبة هذه، هذه بالنسبة للتذاكر. أما قسم مثلا الفنادق برضو يعني ما بين 5 إلى 10%، هذه النسبة المتعارف عليها. طبعا ناهيك أنه بعض الشركات عندها خدمات أخرى تقدمها، مثلا زي تقديم التأشيرات، عمل المعارض إذا كان، خدمات كثيرة. كل وكالة لها أسلوبها وتعاملها، أو لها خدمات تقدر تقدمها إضافية، تأجير سيارات مثلا برا المملكة أو تأجير سيارات داخل المملكة. أنت لما تدخل إلى النت ما في شيء تقول والله ما حلقة حجز في فندق، ما حلقة حجز في شركة، في رحلة طيران. هذه ميزة مهمة جدا في استخدام الانترنت، هذه الميزة اللي لا يمكن تتوفر إذا ما أنا حجزت عن طريق ترافل ايجنت. ترافل ايجنت في الغالب لما أجي يقول والله فل شركة الطيران الفلانية أو شركة الطيران اللي أنت تبغاها فل، ما يعطيني بدائل كما تعطيني الانترنت. بدائل بحر واسع جدا، آلاف مؤلفة من ليالي الفندقية اللي أقدر ألقاها، عشرات الفنادق أقصد. وإذا قلنا بوكينج الحالي يوفر 350 ألف ليلة باليوم الواحد. نعود لحلقة تفكيرنا من جديد، ونحن نشاهد بأن السعوديين في الأيام الماضية احتلوا المرتبة 3 عالميا في استخدام موقع بوكينج، فهل هذا دليل على انقراض مكاتب وكلاء السفر والسياحة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة؟ نحن الآن إذا أخذنا أشهر موقع مثلا في حجوزات الفنادق على الإنترنت، هي المواقع العالمية حوالي 12 موقع وسيطة، هذه مواقع وسيطة. إذا أخذنا أشهرها اللي اسمه booking.com، هذا بدأ من فترة بسيطة، بالشهر الواحد يزور 30 مليون، طبعا عدد كبير منهم يقدر يحجز، يوفر 250 ألف فندق حول العالم حتى الآن مسجلة رسمية، تختار منها ما تشاء. يتحدث لك، يعطيك بلغك، ما تحتاج اللغة الإنجليزية، يعني اللغة الإنجليزية إذا كانت عقبة لا، عنده 41 لغة. يعمل فيه فوق 4000 موظف على مدار الساعة، يلبون لك لو صار خطأ منك في تعبية البيانات على أنها بلغتك الرسمية، يعني بلغتك الأصلية تقدر تتعامل معه، يساعدونك تليفون على مدار الساعة يرد عليك. هذه النوع من الخدمة هذا اللي يقدمها، هي متخصص طبعا في حجزات، أغلب عملهم في حجزات الفندقية. هذا العمل اللي يقدمه هذا الموقع ريح كثير من الناس، جعل العملية مغرية جدا. عشر موقع الآن وسيط حول العالم تقدم خدمات الحجوزات للفنادق، شركات الطيران. أنت مجرد تكتب أبغى أروح مثلا من الرياض إلى لندن فرضا، وتضع يعطيك هو أفضل شركة طيران، تضع التاريخ، أفضل شركة طيران، أفضل الأسعار، إذا أنت مثلا تناظر السعر أقل الأسعار من شركة الطيران، وأفضل شركة طيران تقدم لك في نفس الوقت الخط ما في تعب، يعني غير مرهق لك، ويعرض لك وانت لك الخيار، ومجرد بزرار، ضغطة زرار يتم الحجز لك بكل يسر وسهولة. الناس يمكن ما هي ملاحظة عن طريق الانترنت للتذاكر مطعم أغلى من الوكالات بكثير، بس الناس ما هي عارفة هذا الشيء، وخاصة إذا كان الحجز قريب على موعد السفر، يمكن لما يكون فيه مدة بعيدة يكون السعر مغري. وهذا برضو ينطبق على الوكالات، يعني احنا او اي وكالة لو جاء شخص وحجز على اي مدينة بعد 4 شهور حيكون السعر افضل بكثير من لما يجي قبل السفر ب4 أيام يقول ابغى احجز. لكن الناس دائما تعتقد انه الانترنت فيه اسعار افضل، لا، نفس السعر اللي عند الانترنت عندي او عند الوكالات بشكل عام. لما انا بغى احجز لاي بلد، دبي هذه اللي العالم الان تروح لها، ويقدم لك مثلا فوق أكثر من 1000 فندق تختار منها ما تشاء، ويعطيك أفضل الأسعار،
هذا يريح كثير جدا مرة، يريحك إلى أبعد الحدود، وفي نفس الوقت ما يحجز عليك أي مبلغ إلا إذا أنت ما جيت أول يوم فقط، لأنه الفندق يحاسب، هذا يتميز فيها. فبالتالي يعني مكاتب السياحة والسفر الله يعينهم، الله يعوض عليهم، من اللي حيجيهم إلا اللي ما يعرف الإنترنت أو ما يثق في الإنترنت. قضية رأي عام عمد إلى نشر استفتاء إلكتروني لاستضاح التحولات في خيارات المسافرين السعوديين، شارك فيه 100 من كلا الجنسين. كانت إجاباتهم على النحو التالي: في سؤال أيهما تختار في ترتيب حجوزات سفرك، أجاب 82% بتفضيلهم لمواقع الإنترنت على مكاتب السفر والسياحة، فيما حاز على نفس النسبة موقع بوكينج ضمن اختيارات المشاركين. وعن الأسباب التي تمنع المشاركين من استخدام مكاتب السفر والسياحة جاء في المقدمة: ارتفاع الأسعار مقارنة بمواقع الإنترنت، ثم صعوبة التنقل والذهاب إلى تلك المكاتب. في حين أجمع 73% من المشاركين على خلو مواقع الحجز عن طريق الإنترنت من العيوب نهائيا، بينما أوعز البقية إلى أن عدم امتلاكهم لبطاقة ائتمانية سبب الرئيس في عدم تعاملهم مع تلك المواقع. إذن أمام هذه الأرقام والإحصائيات، أي مستقبل يحيط بوكالات السفر والسياحة المحلية؟ المواقع تنقسم يمكن إلى قسمين، يمكن مواقع شركات الطيران اللي هي حجوزات الطيران التذاكر، والمواقع السياحية اللي هي حجز الفنادق. بالنسبة للتذاكر يمكن التذاكر الداخلية أثرت علينا المواقع زي موقع الخطوط السعودية أو شيء، إنه الواحد صار أسهل له يسوي حجزه عن طريق الإنترنت ويخلص. غير كذا الرحلات الدولية لا، دائما الشخص ما زال يفضل أنه يسمع ويعرف بالضبط، لأنه دائما التذاكر فيه رولز معين لها. بالنسبة للفنادق، إذا كان الشخص غالبا محدد الوجهة فغالبا حيروح عن طريق الإنترنت، إذا كانت يمكن أكثر من وجهة لا، ممكن يجي لشركات السفر. ونفس الوقت ممكن ترى يدخل على المواقع الإلكترونية ويجي لوكالات السفر ويقارن. يعني لا يكون دائما في عقلية الشخص أنه المواقع الإلكترونية أفضل من أسعار الوكالات. أنك تروح إلى مكتب طيران وتصرف وقت وانتظار وسرع، هذا يعتبر الآن من الماضي اللي ولى. فبالتالي نال مكاتب السياحة والسفر عندنا ما نال المكاتب في خارجها في زي دول متقدمة. كثير من المكاتب السياحية اضطرت إلى الإغلاق، وبعض منها لجأ إلى الفرنشايز زي المكاتب الكبيرة اللي تملك عدة فروع، لأن بالكاد لا تستطيع أنها تغطي مصاريفها، لأن المكاتب دي قائمة أصلا على العمولة، عمولة من شركات الطيران في إصدار التذاكر، وعمولة من الفنادق في عملية الحجوزات. شركات الطيران مع التنظيم الجديد تعطي الآن 0%، ما تعطي المكاتب شيء، تشجع على استخدام النت، الحجز عن طريق الانترنت. العميل هو عميل الموجود عندنا في السعودية كثير التردد، يعني انه بيحجز لا ما بحجز، لا بحجز لا ما بحجز، هذا اللي صاير. يعني انه ممكن أكثر العملاء يفضل أنه يجلس مع الموظف على أساس يأخذ المعلومة كاملة أفضل له من يأخذها مثلا من عن طريق الإنترنت. ليش أقول لك أنا الآن لسه في 30%، ممكن تأثير 30%، وغالبا تكون في الأوقات اللو سيزن، يعني الهاي سيزن أو في المواسم الكبيرة الإمكانيات غير متواجدة. في تفاصيل كثيرة في الحجوزات، وقضية أنه كيف أنا أمسك قائد، كيف حجوزات بلوكسيت، في أمور كثيرة، في تفاصيل كثيرة. فمتداول الإنترنت إذا جاء وقت الهاي سيزن يلجأ للوكالة السياحية، يعني بالذات متداول الإنترنت غصبا عنه. أنا أذكر مرات أن أنا سافرت عن طريق أحد المكاتب، لما رحت انصدمت أول شيء بالسكن،
كان في مشكله بالسكن وبعدد الغرف وال يعني ما كان هو المتفق عليه، يعني المتفق عليه انه 5 نجوم لقيته 3 نجوم ولقيت مشاكل. بعد ما رجعت قالوا بنرجع لك وبنعطيك ومعليش ونبغاك ولك مزايا لو بغيت مره ثانيه. انا وش استفيد؟ عن طريق الانترنت اسرع وفيه مزايا كثيره، منها تعدد النوافذ اللي الواحد ياخذ اكثر من وكاله واكثر من مكان واكثر من موقع ويشوف العروضات في كل مكان، لكن وكاله يعني محدوده ولازم تمرينها وتاخذ من وقتك. الانترنت اسرع طريقه الان ولها مزايا اكثر من الوكالات اتوقع. انا جربت شركات كبيره مره وما في مصداقيه، يعني يغير الفندق يعني يصير لخبطه يا تصير مشاكل. فالانترنت صراحه يجيب لي 100% الوقت والمكان اللي اروح له والفندق والموقع، يعني انا اشوف الانترنت افضل 1000 مرة واحسن، والله يرزق حقين الوكالات السفر السياحه. انا لما اجي احجز عن طريق النت من مسؤول قدامي؟ ما حد مسؤول قدامي، لكن لما اسير عن طريق مكتب سفر السياحه اقدر اطالب المكتب نفسه. دخول الانترنت في يعني على خط شركات السفر السياحه خصوصا انه لتوفر بطاقات الائتمانيه اللي تسهل الحجز على مستخدمي الانترنت في الحجز اكيد يهددها، ويعني اتوقع 5 سنوات قدام هي اخر وجودها. انا ارخص من الوكالات يمكن ياخذون زياده الاسعار، الانترنت ارخص. انا ما اعرف الانترنت صراحه، وحتى لو اعرف الانترنت ما راح اطلب عنه لان ما في احد مسؤول قدامي لا موقع ولا غيره. اللي يستخدم المواقع لازم يكون على الاقل على درايه او يفهم كيف يحجز او يتبع التعليمات الصحيحه في اثناء عمليات الحجز سواء الطيران او حجز الفنادق، لان فيه خطوره مثلا النت اذا استخدمتها ما في ترجيع اموال، صعب تسترجع الفلوس، هذه قاعده. في مثلا يقول لك فيكس برايس، يعني يعطيك سعر مخفض جدا غير قابل لتغيير المكان، غير قابل لتغيير شركة الطيران، غير قابل لتعديل الحجز أو المكان. هذه تروح عليك إذا دونت غلط ودخلت معلومات خاطئة، هذه ما في مجال أنها ترجع لك الفلوس. هذا أكبر عيوب الإنترنت. إحنا كوكالات دائما يكون عندنا إلى قبل الرحلة 72 ساعة ممكن تسترجع المبلغ، وممكن إلى قبلها 24 ساعة. بعض المواقع يقول لك لا، حتى لو أنت مسافر مثلا بعد شهر، يعني أنت حجزت الآن وسفرتك بعد شهر ممكن ما يرجع لك المبلغ لو كنسلت ثاني يوم. الآن نفس المكاتب نفسها الآن هي تشجع على استخدام الإنترنت، بعض المكاتب القوية على الويب سايت حقها على الموقع نفسه تقدر تسوي حجوزاتك عن طريقهم هم وعن طريق الإنترنت ويشجعونك على هذا الشيء، وهذا دليل على أنهم يبغون يوفرون قيمة تكلفة الموظفين، تكلفة المكاتب هذه وأجراتها والمصاريف اللي يتحملونها في مقابلها. أتوقع أنه خلال 5 سنوات القادمة أنه ممكن تلغى أو تتناقص كثير 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 من وكالات السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية وممكن في الشرق الأوسط. إذن حاولنا في تحقيقنا السابق أن نقرأ ردة فعل المستثمرين في مجال السفر والسياحة أمام مد وطوفان مواقع الإنترنت، لأن المسألة أصبحت واضحة والتحول في هذا المجال أصبح سريع جدا، حتى على مستوى حجز الطيران اللي أصبح يتم في دقائق والبوردينج يوصلك على جوالك. ما سيحصل هو التالي: صغار المستثمرين في قطاع السفر والسياحة سيبدأون بالتلاشي، الهوامير سيستمرون معتمدين على تعميدات القطاعات الحكومية، والذكي فيهم اللي يحول مساره إلى عالم الإنترنت.